الانتخابات العامة الفلسطينية التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 7 أكتوبر تشرين الأول، وعقبه أمر عباس رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالبدء في الاستعدادات للانتخابات التشريعية. يبدو أنها بدأت تتبلور مع التصريحات للمسؤولين الفلسطينيين بالذهاب لانتخابات عامة بعد 14 عاما على الانتخابات الأخيرة. الرئيس الفلسطيني أوضح خلال افتتاح مؤتمر دولي برام الله إن لجنة الانتخابات المركزية أبلغتها بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات، إلا أنه بقي هناك نقطة واحدة متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة. ولتجاوز هذه النقطة طالب الرئيس الفلسطيني الدول الأوروبية وغيرها ببذل مساعيها مع إسرائيل من أجل أن تقبل بإجراء الانتخابات في القدس كما كانت في الانتخابات السابقة. من جانبه أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا الناصر إن حركة حماس وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق رؤية الرئيس الفلسطيني، وإنه بات بالإمكان إصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات على أن يسبقه قرار يتضمن قانونا بشأن التعديلات الخاصة. في المقابل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد إن ما سيحدث في صندوق الاقتراع سيكون محل احترام وتقدير للحركة، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الضفة وغزة والقدس. والجدير ذكره إن آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006، وللمرة الأولى تخوض حماس انتخابات المجلس التشريعي وتمكنت من الفوز بالانتخابات والسيطرة على المجلس بعدها، والتي أدت لاحقا إلى انقسام سياسي داخلي.